مرحبا، اليوم مرة جديدة لخاطر بحياتي لأثبت مبدأ فيزيائي ولح أحكي عن مبدأ حفظ الطاقة. وبنوعدكم إنه رح تشوفوا تجربة مش شايفين مثلها بحياتكم. إذا بتحبوا التجارب العلمية الفريدة من نوعها عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس. اليوم التجربة بدنا نعملها هي لإثبات مبدأ من أهم مبادئ الفيزياء يلي هو مبدأ الحفاظ على الطاقة. بكل بساطة هو بيقول إنه الطاقة ما فيها تنخلق من ولا شيء وما فيها تختفي هيك فجأة. صح، وبدال التجربة حنعطي تجربتين. أول مثل رح نبلش فيه اليوم هو مثل كتير بسيط. مثل ما شايفين أنا حامل بإيدي طابة باسكت. هيدي الطابة حتى لو هي ثابتة ما عم تتحرك بس في عندها طاقة. هيدي الطاقة هو نتيجة ارتفاع عن الأرض، وتحت تأثير الجاذبية هيدي الطابة بتخزن طاقة. شو اسمها هيدي الطاقة؟ بالفيزيكس بنقلها gravitational potential energy يلي هي الطاقة الكاملة. صحيح، وهيدي الطاقة كل ما ارتفعت عن الأرض بتزيد. مزبوط، كل ما عليت الطابة عن الأرض المخزون بيزيد. مزبوط، فبس افلتها هيدي الطابة شو حيصير؟ رح تتحول الطاقة الكاملة لطاقة تانية، لشكل تاني يلي هي الحركة. فمن قلنا نحن كيناتيك انرجي يلي هي الطاقة الحركية. مزبوط، فعم تتحول الطاقة من شكل لشكل تاني. خلينا نجرب سوا ونشوف إذا بفلت هيدي الطابة شو حيصير، شو حيبين معنا. هلا ما ارتفعت لنفس الارتفاع. صح، بتلاحظوا انه انا كمشتة تقريبا على نص الارتفاع تبعه، يعني المخزون الطاقة اللي كان عندي اياه هيدا الطابة ناقص كتير. مزبوط، فلو أهلي الواحد بيفكر انه هيدا الشيء بناقض مبدأ حفاظ الطاقة يلي هو مستحيل. صحيح، هذا مبدأ حفاظ الطاقة مستحيل يكون ينكسر بالكون. فوين راحت هيدي الطاقة؟ راحت لأشكال مختلفة، بيناتهم راحت لصوت اللي هو شكل من أشكال الطاقة، راحت كمان لحرارة نتيجة احتكاك الطابة بالأرض ونتيجة احتكاكها مع الهواء. أوكي، خلينا نعمل تجربة تانية كتير معروفة اللي علاقة بهيدا الحبل والطابة البولينج الموجودة هون. هي طابة البولينج وزنها 7 كيلو. هيدي ليش بدنا نعمل هالتجربة؟ لأنه هيدي بتشوف ملاحظين إنه الطابة مش لازقة بالأرض. فشو رح أعمل؟ رح أرفعها هيك، حطها حد وجه وافلتها. فوقت ما افلتها رح يكون عندها طاقة كاملة، رح تروح تتحول لطاقة حركية، تروح للأخير بالمبدأ بدها ترجع لنفس مطرح ما كانت. لأن ما عم تخسر طاقة نتيجة الاحتكاك مع الأرض. مزبوط، يعني مش رح تخسر طاقة مثل ما الطابة هيديك خسرت. 100%. فهذا الاكسبيرمنت كتير مشهورة بعالم الفيزيكس، وفي كذا حدا جربها قبلنا. بس مثل ما بتعرفوا انه نحن حتى لو التجربة كانت بسيطة بنحب نزيد عليها التاتش طبعنا، اللمسة طبعنا، لنخليها تصير تشالنجينج اكتر وحماسية اكتر وفيها خطر مثل العادة. فشكرا شكرا سلف يعني يلا.